الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تعديل جديد في تعيينات الجولة 7 ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. ملعب الهادي النايفر بباردو هو ملعب مباراة شبيبة العمران ومستقبل سليمان، مباراة لحساب الجولة 7 بعد ما كانت في ملعب الشادلي. زويت الرسمي ملعب الهادي النايفر بباردو هو ملعب مباراة شبيبة العمران ومستقبل سليمان، مباراة يوم السبت القادم ما ساعتين المباراة. إذن نعطيكم البرنامج الكامل لمباراة الجولة 7 ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت 2 نوفمبر الموعد، مع دفعة أولى من المقابلات كما قلنا مد ساعتين في ملعب باردو، مواجهة منتظرة بين شبيبة العمران ومستقبل سليمان. زوز مقابلات مع مساعتين ونص في ملعب جابس، مستقبل جابس يستضيف فريق نجم المتلوي، وفي ملعب سبعة مارس بن قردان اتحاد بن قردان يستضيف الملعب التونسي. في المقابل مباراة القمة تنطلق 4:30 نتاع العشية في ملعب حمد العقربي برادس، مواجهة منتظرة بين النادي الافريقي وفريق اتحاد الرياضي المنستيري. هذا بالنسبة لمقابلات الدفعة الأولى من مقابلات الجولة 7. الدفعة الثانية يوم الأحد 3 نوفمبر، كل المقابلات مع مساعتين ونص في ملعب سوس الكلاسيكو، مباراة القمة مواجهة منتظرة كذلك بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. في ملعب الطيب لمهرب صفاقس كذلك مباراة منتظرة قمة بين النادي الرياضي الصفاقسي والمتصدر الأولمبي البيجي. في ملعب قفصة قوافل الرياضي بقفصة يستضيف فريق اتحاد تتاوين، وفي ملعب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيس يستضيف فريق النادي الرياضي البنزرتي. في الأولمبي البيجي زوز أسابيع راح اللاعب عزيز عبيد بعد الكشوفات الطبية، عزيز عبيد سيتغيب عن مواجهة السي اس اس. فادي بنشوق على ذمة الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي في مباراة ضد الترجي الرياضي التونسي بعد تعافيه من الإصابة. بطولة الرابطة المحترفة الثانية نهاية هذا الأسبوع الموعد مع مقابلة الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب يوم السبت 2 نوفمبر، كل المقابلات تنطلق مساعة 2:30. في المجموعة الأولى المستقبل الرياضي بالمرسى دون حضور جمهور يستضيف جندوبة الرياضية، مستقبل واد الليل يستضيف سبورتينغ المكنين، هلال مساكن يستضيف النادي القربي، والقلعة الرياضية يستضيف فريق جمعية ريانا. في المجموعة الثانية دائما يوم السبت هلال الشاب يستضيف فريق الرالوي، نادي محيط قرقنة يستضيف نصر جلمة، كوكب عقارب يستضيف أمل جربة. يوم الأحد 3 نوفمبر الموعد مع الدفعة الثانية من المقابلات. في المجموعة الأولى جمعية مجرين يستضيف أمل حمام سوسة، نادي حملنف مع النجم الرادسي، مكارم المهدية يستضيف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. في المجموعة الثانية دائما يوم الأحد الشبيبة القيرونية يستضيف فريق الملعب الجيبسي، مستقبل القصرين يستضيف فريق تقدم ساقيت الدائر، أولمبيك سيدي بوزيد يستضيف فريق هلال رديف، وأمل الركبة يستضيف فريق بعث بوحجلة، مباراة ستدور في ملعب نجيب الخطاب بتتاوين. استعدادا للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 20 سنة القاهرة من 12 إلى 27 نوفمبر القادم والمؤهل لنهائيات كأس الأمم الافريقية، يدخل المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من يوم السبت القادم في طرابلس تحضيري بالعاصمة 20 ملاعبي في قائمة المدرب سليم بن عاشور، 3 حراس مرمى توماس الزويغي، ريان بسباس، وملك سعادة. الملاعبية ريان الرحيمي، جياني دانجيلو، ياس عرعار، محمد أمين بوزعبية، محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، وجدي العيساوي، وائل دبيش، صادق محمود، لؤي تريعة، أمان الله المحرزي، لؤي بن فرحات، خليل العياري، عمر بن علي، ياسين صابر، إبراهيم السويسي، ويوسف بشة. هذه قائمة المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة، دورة في شكل بطولة مصغرة من 5 منتخبات يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. نعطيكم برنامج المنتخب الوطني التونسي في هذه الدورة يوم 14 نوفمبر الموعد مع المباراة الأولى، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الليبي. يوم 17 نوفمبر المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب المغربي. يوم 23 نوفمبر الموعد مع المباراة الرابعة، المنتخب التونسي يواجه المنتخب الجزائري. ويوم
يوم 26 نوفمبر المواجهة ضد المنتخب المصري بلد المنظم. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنية في هذه الدورة، دورة اتحاد شمال أفريقيا هامة جدا من أجل التأهل للكان. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تغيير كامل طاقم تحكيم مباراة الجولة قبل الاخيرة من تصفية المؤهل لكأس أمم افريقيا المغرب 2025، مباراة بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب مدغشقر. طاقم تحكيم جابوني لإدارة هذه المباراة بقيادة الحكم بيير أتشو، كما تم تغيير مكان المباراة من جوهانسبرغ إلى بريتوريا مع المحافظة على التاريخ. وموعد اللقاء يوم 14 نوفمبر القادم مع 5 متاع العشية بتوقيت تونس. طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الكوديفوار وتشاد يوم 19 نوفمبر القادم في أبيجان، مباراة لحساب الجولة السادسة من تصفية المؤهل للكان بقيادة الحكم التونسي صادق السالمي بمساعدة كل من خليل الحساني ووائل الحناشي. ومحرز المالكي حكم رابع في هذه المواجهة بين الكوديفوار وتشاد. اليوم كان الموعد مع ندوة صحفية لوزارة الشباب والرياضة في دار الجامعات للرياضة. محور الندوة الصحفية هو تقييم المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024. إن شاء الله في موعد الرياضة 6 غير درجين مع زميلنا رفقي بوستة، تسمعوا كل من محمد بن عمر مدير الرياضة النخبة، كذلك هيثم الرباعي المدير العام للرياضة. ومحور هذه الندوة الصحفية حول تقييم المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء. فلاش سبور.